يسعد صباحكم. رجعنا للصيف ورجعنا للنباتات الحلوة اللي بلشت تفتح. قبل فترة، قبل كم شهر، كنا عم نزرع بالشتاء الورد الجوري المقزم اللي هو معنا هلا. هلا هو ارتفع كتير، كبر، أعطانا نتيجة رائعة بالشتاء. عشان هيك أنا بشجعكم صراحة، للي عنده قواوير خاصة وحابب إنه يزرع إشي يضل مفتح، بقدر يستعين كتير بالورد الجوري المقزم. يعني أنتوا بتلاقوه، هو مستورد، بتلاقوه في ممكن في جزء محلي، لكن الفكرة إنه إحنا أحياناً يعني اللي بصير إنه لما بدنا نشتري لقواويرنا بنحتار إيش بدنا نحط، لأنه بدنا إشي مفتح طول الصيف وإشي ما يغلبنا، فعشان هيك معظمنا بيروح للخبازة. هلأ أنا بقدر أشجعكم عن تجربة على الورد الجوري القزمي، وقدامكم النتيجة. هلأ بعضكم رح يقول لي إنه حرام ليش عم بتقصوا، لكن اللي صاير إنه في إشي اسمه السمر برونينج. السمر برونينج اللي هو القص بالصيف، تقليم الصيف، مش لكل النباتات، انتبهوا، مش بطريقة جائرة لأنه الحرارة بتكون عالية، بس عشان أنا أكسب موسم جديد من بعض النباتات بقصها. ومن هاي النباتات اللي بدي أكسب منها موسم جديد اللي هي الورد الجوري القزمي. هلأ الورد الجوري بشكل عام العادي اللي بيكبر عنا بالبيت بدنا نعمل له إشي اسمه الديد هيدينج، وحكينا عنه كتير، وبرجع بنبهكم إنه بنقدر نقص الأزهار، لكن هلأ معاي مقصي رح أشرح لكم. هلأ عم نحكي عن الورد الجوري العادي اللي بعنا. هذا أكبر غلط ممكن نعمله إنه نقص الرأس، أوكي؟ ليه؟ لأنه حتى بهذا إذا فكرنا نعمل ديد هيدينج دايماً انزلوا لعند الورق عشان تاخدوا إزهار جديد. لكن الورد الجوري العادي البلدي اللي إحنا بنزرعه إذا نقص بس من الرأس هيعطيك بس خضار، فعشان هيك لازم تنزلوا للورقة الخماسية، يعني اللي هي الورقة اللي فيها خمس وريقات، فمشان هيك بنقولها ورقة خماسية، وتقصوا تحتيها، فهيك انتوا بتضمنوا انه تاخدوا ازهار جديد بالموسم اللي وراء. نرجع للقزمي. القزمي رح نقصه بهاي الطريقة، وما تزعلوا، دايما ما تزعلوا على اللي بتقصوه، بس حاولوا تزبطوه بعد القص. حتى لو كان غلط بدنا نحاول دايما نعود اللي نقص حتى لو كان غلط. هلا بدنا كمل هون إدريس لو سمحت. هلأ إحنا عم بنقص تقريباً، يعني بدكم تقولوا فوق الأرض بمسافة صغيرة. ليه؟ لأنه هذا إذا أنا قصيت، يعني أنا هلأ بدي أمثل لكم هذا الفرع اللي معي، خلينا نعتبر إنه فوق الأرض، تمام؟ أنا إجيت أخدته كلياته قصيته، ما بنفع أجي أقص من فوق، رح تزهر، ما في مشكلة، ممكن أخذ مثلاً جزء من الخضار، لكن من التجربة لا نخلي هذا الورق كلياته، لأنها النبتة إذا في عناية وتسميد رح ترجع تعطيني، فباجي بقص من تحت. وعشان تكون الأمور أوضح، هذا الخط إحنا قصيناه وجهزناه عشان تشوفوه مقصوص جاهز بطريقة مرتبة. عبد الرزاق لو سمحت هات منكوش. بعد القص لازم نشوف النبتة من جوا إيش عليها، ورق نشف لازم نشيله، لازم ننظفها. أعطيني مقص بليز يا عبد الرزاق. أيوة. هلأ شو باجي بعمل إذا شتلتي مفرعة كتير، حاسة إنه رح تمد، يعني أنا عندي هون لاين حوالين نافورة مي، وما بدي كتير إنه يكون عامل اوفرلاب مع النجيل او انه عم بطلع لبرا كتير، فعشان هيك ممكن اخذ على الطرف الفروع اللي هي ممكن تطول لبرا وتغلبني وتغطي على النجيل. فبحدد نبتتي. تحديد النباتات بشكل عام امر كتير مهم، يعني لازم احنا نحدد نبتتنا دائما، نعرف وين عم تطلع، وين حدودها، عشان ما يصير عندي خربطه بالنباتات وبصير أنا لا أنا مستمتعة بهاي النبتة ولا مستمتعة بهاي النبتة. هلأ هذا الورد صراحة من بداية ارتفاع الحرارة وبداية الربيع بلشنا نرشه بمبيد فطري. ليه عم نرشه بالمبيد الفطري؟ لأنه أنا خليت لكم ورقة بدي أورجيكم إياها. الورد الجوري وحكينا برضو قبل هيك بصير في عنا
عليه إصابة مع بداية الربيع والصيف، إصابة البياض الدقيقي. كلنا صرنا نعرف البياض، البياض عبارة عن بودرة زي هيك بيضة على ورق الورد، لكن اللي صاير هون إنه الورق سليم عندي، لكن برضه ما بخلى الأمر إنه ضل في بعض الـ يعني الـ زي ما نحكي لسه في محلات ممكن ما وصلها الدواء. لازم نتأكد لما بدنا نرش البياض الدقيقي، الموضوع مش سهل، يعني إحنا مش بس بنركز على الحشري، في عنا أمراض فطرية ولازم ندير بالنا، بالذات الورد الجوري. لازم نفكر أو نشتري الدواء الصح اللي بدنا نرشه، دواء أو مبيد متخصص بأمراض البياض الدقيقي اللي هي بتصير على الورق فوق الأرض. اللي بصير بالورد الجوري إنه بصير كتير معكم ذبول للزهرة تنزل لتحت. هلأ هذا بيكون سببه إنه أنا زارع الوردة بقوار وإنه عم بسقي كتير، فبصير اختناق للجذور بسبب ذبول هذا الورد. هلأ بدنا ننكش التربة، بدنا نعطش شوي النبتة لحتى تتصفى هاي المي اللي عليها، وبدنا نسقي مبيض فطري بس مش للورق، لعفن الجذور. بدنا نسقي مبيض فطري لعفن الجذور، وأنا دايماً بنصحكم إنه المبيض الفطري المتخصص بعفن الجذور زي الفيوداريوم هاي خليه عنا بالبيت، لأنه إحنا ما رح يعني دايماً خلينا نعمل وقاية لهذا الموضوع، والموضوع يعني إذا ضرب بالنبتة مش سهل، فعشان هيك خلوه عندكم بالبيت. الأشياء اللي بنشك إنه ممكن يصير في عليها عفن نسقيها مرتين بالشهر، يعني إحنا مش خسرانين إشي، بنسقيها وبيكون بنفس الوقت يعني صار عملنا وقاية من الأمراض الجذور. الورد الجوري بصير عليه البياض أكتر إشي، بصير البياض الدقيقي هذا ببداية الربيع على الورد الجوري وعلى المرجان اللي كنا بنعرفه. المرجان اللي هو في منه الأخضر، في منه الأخضر وأصفر، نبتة قديمة كتير بتصير أسيجة. أنا حبيت أذكر بس ذكر عشان تنتبهوا. شو المشكلة بالبياض الدقيقي؟ المشكلة بالبياض الدقيقي إنه أنا إذا ما رشيته من البداية بيطبع على الورق، ببطل يروح بمراحل متأخرة، بصير بعدين أسود، الأبيض هذا اللي أنتم شايفينه بصير أسود. فعشان هيك أنا بنبهكم إنه نراقب نباتاتنا، وهي هاي أجمل قاعدة، أقرب من نباتاتي وأعرف إيش المشكلة فيها من بدايتها أعالجها. الورد الجوري برضه بصير في من، والمن حشرة مش كتير صعبة بس مشكلتها منظرها صراحة مؤذي شوي، فبدنا نحاول نرش مبيد حشري. هلأ أنا مش كتير مع الرش ومش كتير مع زيادة الرش لأنه إحنا عم نأذي البيئة، لكن أحياناً بنضطر، يعني رشة رشتين بالموسم إن شاء الله ما رح تضر كتير، خاصة إذا الإصابة عنيدة. هلأ أنا بعد ما شفتوا هذا الحكي بدنا ننكش الأرض. هلأ لكثافة الأوراق اللي كانت قبل صار عنا يعني أكيد التربة صار لها فترة يعني من الشتاء ما انتكشت، فبدي أنكش التربة، بدي أشيل الأوراق الناشفة، بدي أنظف تحت الورد منيح لحتى الشمس تفوت جوا. إذا بتركزوا معي حتشوفوا إنه جوا الوردة من جوا في ورق أصفر ناشف، هذا ممكن يسبب تعفن وإنه الشمس ما عم بتفوت. لازم أخلي الهواء والشمس يفوت للنبتة ويحسسني إنه نبتتي ممتازة ورح تعطيني نموات جديدة. رح ننكش هلأ، بعد ما ننكش رح نسقي الورد الجوري اللي عندنا مبيض فطري لعفن الجذور لحتى أضمن إنه نبتتي يعني ما يصير فيها أمراض ما تضرب. ومش غلط إني أرشها كمان بالفطري عشان أكون يعني متأكدة إنه كل شيء تمام. آخر شيء هلأ بعد أسبوع بدي أدعمها بسماد، سماد العشرينات المركب 20-20-20 نيتروجين فوسفور بوتاسيوم، رائع لكل حديقتنا حتى للخضرة تقدروا تستعملوه بأمان آمن، يعني حتى صعب إنه يحرق نباتاتنا إلا إذا كان الحرارة كتير عالية، وفي حالة إجانا يوم كتير الحرارة عالية بنفضل السماد ما يكون خلال النهار وبفترة الحرارة العالية، حتى بنفضل إذا مش مضطرين نبعد عن أيام الحرارة اللي هي كتير مرتفعة. فهاي الأمور البسيطة اللي بدنا ندير بالنا عليها بزراعة الورد الجوري. وأهم نقطة، المية الزيادة بتؤدي إلى اختناق الجذور للورد الجوري وممكن تؤدي لأمراض كتيرة، فهاي ديروا بالكم منها.
أكيد الورد بحاجة لشمس لحتى يزهر ويعطيني نتيجة حلوة. يعني بحب إنكم يعني إن شاء الله إنكم تستفيدوا من بعض هاي المعلومات المهمة. اليوم إحنا كان عندنا قص الورد، فعشان هيك حبينا إنه نعمل إحنا وياكم هاي الفقرة الصغيرة عشان نوصل لكم بعض المعلومات اللي أنا بعتبرها كتير مهمة. الورد الجوري ممكن شوي منا عم بيشوفه أولد فاشن، إشي قديم، لكن أنا بقولكم تشجعوا خاصة بالمقزم على مدخل البيت، إذا بتحطوه بترتاحوا كتير وبيضل يفتح بالقوار، ممتاز. ألوانه كتير حلوة، بنقدر نلاقيه بالمشاتل. الورد الجوري العادي الكبير البلدي بنقدر نزرعه بالأرض بأحواض، نعملها يعني فلورينج بيد، تصير كلها ورد جوري. يعني حاولوا دايما تعملوا الورد الجوري بمنطقة وتعملوا حوض كامل للورد الجوري، هاي فكرة كتير حلوة. ولا تنسوا، وأهم نقطة أنتوا وأنا بنحبها، أنه ناخد إزهار طول الصيف. بحب دايما تكون جناينكم أحلى جناين، وبتأمل أنه أوصل لكم المعلومة الصح والبسيطة. يعطيكم ألف عافية.